مصور وطالب جامعي عبد الرحمن بن قفلة يعمل في مهنة شعبية، يستيقظ لأجلها فجرا مع أخيها عبود ليحضر الوجبة التي ينتظرها العدنيون كل صباح. الخمير تتكون من دقيق وسكر وزيت وشوية شتوة سريعة هذه، ويتم تحضيره العجنة من الليل، ويتم تجهيزه للزبائن من بعد صلاة الفجر. الخمير وجبة تتكون من عجينة خاصة محلاة بقليل من السكر، تخرج من الزيت بلونها الذهبي، ويعد الحضارم أبرز المنتجين لهذه الوجبة حتى وإن تعددت المسميات لها في مختلف المحافظات. في سني هذا نزلت عدن عمري يمكن 18 سنة، لكني وجدت هذه موجودة وقبلي يعني من اللي قد ماتوا يمكن يعني، وهذا الفطيرة موجودة، فبالفعل يعني لذتها وطيبة أكلها وكذا انتقلت للمدن الرئيسية حضرموت. لا يخلو شارع في مدينة عدن من المقاهي التي تجمع على طاولاتها الناس لتناول وجبة الخمير مع الشاي العدني والود الذي يتدفق من أحاديث البسطاء. صباح جميل لا يكتمل إلا بوجبة الخمير التي أصبحت من الموروث الشعبي لهذه المدينة. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.